السلام عليكم اخواني ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا ميد التقنية. في هذا الفيديو اذا نلتقي مجددا في قناتنا اخواني في الله، وسنكمل يعني شرحنا في شركة ماركت اخواني في الله الخاصة بالتداول في على الانترنت. فيعني قمنا بفيديوهات كثيرة ان شاء الله، وسنتطرق لفيديوهات جديدة حول هذه المنصة الجميلة والجميلة جدا. لكن قبل بداية الفيديو اتمنى منكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك للمزيد من الفيديوهات اخواني في الله. فكما نرى اخواني في الله، شرحنا العديد من الفيديوهات حول الشركة، طريقة التسجيل، طريقة التداول، والعديد من الاشياء الاخرى اخواني في الله. فكما قلت لكم ان الشركة فهي امنة جدا اخواني في الله، والعديد من الاشياء اخواني في الله. فهذا فيديو سنطرق لفيديوهات اخرى، طريقة استخراج الاموال وكل شيء. اذا بعد تسجيل الحساب وكل شيء اخواني في الله، فكل ما عليكم يعني كما قلت لكم ان الشركة في تدعم العديد من اللغات. فمثلا ندخل الى حسابنا اخواني في الله، وسنطرق يعني شرح الاشياء الجديده هنا. اذا اخواني فهذا حسابنا الديمو. اذا بعد ان نقوم بالتداول، متى كنت تريد التداول في العملات الرقميه، سنطرق مثلا من هذه الاشياء، نذهب الى هنا. ثم بعد سنطرق مثلا في البيتكوين، نقوم هنا كم نريد، مثلا 0.3 على هذا الشكل، عفوا 0. اوكي، سنقوم مثلا ب 0.3 على هذا الشكل. بعد إذا كنت تريد البيع والشراء بهذه الطريقة، مثلا هنا ستجد بعض الإحصائيات، يعني هل يقول لك الناس الذي يقول لك دبابي أو ثراني، هنا الملف الشخصي، كل شيء، الأدوات المالية المرتبطة، العديد من الأشياء الأخرى. مثلا نقوم نحن بالشراء، مثلا سنقوم بعمل فقط يعني شراء، ثم بعد وضع هذا الشكل، ثم بهذه الطريقة قمنا بفتح صفقة هي في البيتكوين إخواني في الله. هنا يعطيك التغيير اليومي وكل شيء. إذا كنت تريد غلق هذه العملات او هذه، تقوم بهذه الطريقه من هنا، مثلا من هذه الطريقه، ثم نقوم باغلاق بهذه الطريقه، ثم تم يعني الاغلاق بهذه الطريقه. يمكنكم اغلاق اي صفقه، ثم بهذه الطريقه تقوم بتداول في اي عمله رقميه. مثلا فقط تقوم باختيار، مثلا هنا نقوم مثلا بالاثريوم، نعم سنطرق على الاثريوم وهذا الشكل، نعم هذا هو الاثريوم. نقوم مثلا بالشراء، ثم نقوم بتحديد المبلغ، مثلا نقوم ب 40 على هذا الشكل، ثم نقوم بالشراء، ثم وضع الامر على هذا الشكل. وبعد الطريقة يمكنكم التداول إخواني في الله، وأي شيء تريدون إخواني في الله. فكما قلت لكم إيداع الأموال من هنا، تقوم بإيداع الأموال بطريقة سهلة. الآن إذا كنت تريد مثلا استخراج أموال بطريقة سهلة، كما لكم الذهاب إلى هنا، بعد أن تقوم بإرسال الأموال وكل شيء، ستذهب إلى حسابك الحقيقي يعني ريل أكاونت. يعني إذا ذهبت وبدأت في جمع الأموال وتداولت وبدأت في جمع الأموال، فطريقة استخراج الأموال فهي جد سهلة كمثل الإيداع. مثلا نقوم بالذهاب من هنا، ثم بعد نقوم بسحب الأموال على هذا الشكل. بهذه الطريقة إذا كانت لديك أموال فستقوم بسحبها بهذه الطريقة. الآن ليس لدينا أموال لأنه يقول لنا أضف الأموال. وبعد كنت تريد السحب بطريقة جد سهلة إخواني فلا، تقوم بسحب أموالك بأمان وارتياح إخواني فلا. هنا إذا كان يعني بعض الأخبار ستجدها هنا حول المنصة، ستجدها هنا أيضا. هنا بعض الرسوم البيانية إخواني فلا، إذا كنت تريد مثلا إضافة أي واحدة، مثلا الأورو والدولار، تريد أيضا مثلا إضافة البيتكوين، هنا سيقوم بالتخوض من هنا. إذا تريد فتح العديد من الاشياء، ستقوم من هنا على انت وماذا تريد اخواني في الله. اخواني في الله هنا ستجد العديد من الاشياء كتقارير، قسم الدعم، اذا كان لديك اي مشكله تذهب الى قسم الدعم على هذا الشكل. مثلا الدردشه مباشره، اذا كنت تريد الدردشه معهم مباشره، فستقوم بالدردشه معهم من هنا اخواني في الله. سيعطيك شخص واحد وتقوم بالدردشه مع اخواني في الله من هنا، تقوم بكلوز شات. اذا كنت تريد مثلا الدردشه بمركز الدعم، تذهب الى المركز الدعم بطريقه سهله وسهله جدا. كما نرى إخواني في الله، نقوم من هنا يعطيك الإيميل، الدردشة مباشرة، وأي شيء هنا ستجده حول المنصة إخواني في الله. يعني بطريقة سهلة سيقوم بإعطائك العديد من الأشياء من هنا. إذا كنت تريد خروج أو أي شيء، تريد إضافة أموال كما قلت لكم، بهذه الطريقة تقوم بإضافة الأموال. بعد تختار كم المبلغ الذي تريد وتقوم بالدفع، يعني يوجد العديد من الأشياء للدفع إخواني في الله. إذا كان معكم ميد للتقنية، شرحت لكم تقريبا كل شيء حول المنصة. كان معكم ميد للتقنية، نلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله في القريب العاجل. إذا إن شاء الله إذا كانت أي منصة جديدة أو أي شيء حول هذه المنصة سنطرق إليها مرة أخرى إخواني في الله. يعني أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الفيديو، وأن ينال إعجابكم جميع الفيديوهات التي نقوم بها. كان معكم ميد للتقنية، ونلتقي في فيديو جديد في القريب العاجل. إلى اللقاء، ونلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله.